الحدث العالمي لا محلي ولا إقليمي، هو حدث عالمي، اغتيال إسماعيل هنيه في إيران. وكل منتظر ماذا بعد الاغتيال، احنا رايحين على فين كمنطقة وإقليم، رايحين على فين، ايه اللي ممكن يحدث، ايه الرد الإيراني، هل ممكن إيران ولا أزرع إيران ولا ممكن ما يحصلش حاجة. والحكاية رسالة إسرائيل من اغتيال إسماعيل هنيه داخل إيران. مع ضيوف الكرام النهاردة بقول لحضراتكم عندنا جلسة حوارية تكون في غاية الأهمية، توقعات، ولأن العالم كله بيتابع والعالم كله مهتم والعالم كله يترقب، هل داخلين على انفجار في المنطقة ولا لا. رحب بيا دكتور محمد أبو سمرة، تحياتي لحضرتك. دكتور طارق فهمي، تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور محمد عبود، تحياتي لحضرتك. أهلا أستاذ أحمد، أهلا بيك. دكتور أحمد لاشين، تحياتي لحضرتك. أهلا بيك يا فندم. دكتور أبو سمرة، ما الذي حدث في طهران؟ يعني أولا اسمح لي أستاذ أحمد أن أقدم التعازي لشعبنا الفلسطيني ولأمتنا العربية والإسلامية باستشهاد القائد الفلسطيني العربي الكبير إسماعيل هنية، وهو يعني كان على المستوى الشخصي أخ وزميل وصديق عزيز، وكان زميلا لي في الجامعة بالمناسبة في غزة يعني، وكان عندما كنت طالبا في الجامعة الإسلامية بغزة كان هو رئيس اتحاد طلبة الجامعة الإسلامية. والحقيقة يعني حضرتك تعرف إسماعيل هنية؟ أعرفه شخصيا طبعا. شخصيا طبعا، يعني لدي علاقة وطيدة على المستوى الشخصي يعني. هناك ممكن تقول للناس، تعرف الناس أكتر مين هو طالما تاريخيا ومع بعض وزملاء، لأن الناس عرفته في السنوات الماضية لما تولى المكتب السياسي بعد خالد مشعل. هو الأخ إسماعيل رحمة الله عليه كان منذ السنة تأهيلي في الجامعة الإسلامية يعني لامعا وحكيما وعاقلا ووحدويا، وكان أكثر رؤساء اتحاد الطلبة في الجامعة الإسلامية، وكان اتحاد الطلبة تسيطر عليه الكتلة الإسلامية التابعة لحركة الإخوان المسلمين أو المجمع الإسلامي في ذلك الحين، لم تكن حركة حماس. أنا أتحدث عن مطلع الثمانينات يعني عام تقريبا 82 83 82 83 قبل 87 قبل 87 وهو شخص متواضع حقيقة، على المستوى الشخصي شخص متواضع، كان يعيش في مخيم الشاطئ، هو ابن عائلة لاجئة من قرية الجورة التابعة لقضاء عسقلان، بلدي عسقلان بالمناسبة. أنا أهلي والدي ووالدتي رحمة الله عليهم من لاجئي مدينة عسقلان المحتلة عام 48، ووالده من لاجئي قرية الجورة التابعة لقضاء عسقلان، وهو ابن عائلة مكافحة ومثلها مثل كل عائلات اللاجئين. كانوا اعتقد قبل كده جيد الحقيقة يعني أبو العبد، تزاملنا أيضا في المعتقل يعني أنا اعتقلت في 15 كمان اعتقلت؟ أنا اعتقلت أكثر من 10 سنوات على مدى 20 مرة، وتعرضت للعديد من مرات محاولات الاغتيال. طبعا اعتقلت، اخر اعتقال لي كان اول اعتقال للاخ اسماعيل هنيه، اخر اعتقال لي كان في 15 ديسمبر 1987 بعد 10 ايام من انتفاضه الحجاره الاولى، وصدر بحقي قرار الابعاد. اعتقل الاخ اسماعيل هنيه في مطلع يناير 88، هو وكل قياده حركه حماس المعروفه في ذلك الحين، وايضا كل قيادات الشعب الفلسطيني. يعني كان هناك اعتقال، كان الاحتلال الإسرائيلي يسميه يعني اعتقال احترازي، وهناك العشرات ممن اعتقلوا، وأيضا ممن اعتقل من قيادات حماس، أيضا الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، الأخ يحيى السنوار. يحيى السنوار كان معتقل 2004 يمكن، الرنتيسي اغتيل 2004 تقريبا. الرنتيسي اغتيل في إبريل 2004 بعد استشهاد الشيخ أحمد بأقل من شهر. الشيخ أحمد ياسين. نعم. فالحقيقة تزاملنا نحن جميعا في معتقل غزة، وبعد ذلك طبعا هم حولوا للاعتقال الإداري يعني، ثم نقلوا إلى النقب يعني، تقريبا تزامنا لمدة شهرين يعني. بعد ذلك اعتقل أكثر من مرة الأخ إسماعيل هنية، ثم أبعد الإبعاد الشهير عام 1993، هو وحوالي 300 من قادة حماس. هو خطيب مفوه، حافظ للقرآن الكريم، شخصية ذات مستوى ثقافي محترم، متدين على المستوى الشخصي. آخر مرة تقابلته أو تكلمت؟ آخر مرة أنا التقيت به هنا في القاهرة يعني قبل يعني ربما سنة أو أكثر يعني. في الأغلب يعني كنا دوما نلتقي في جلسات الحوار بالقاهرة يعني. وبالمناسبة، وهذه مسألة مهمة، الأخ إسماعيل هنية من الشخصيات القيادية في حركة حماس التي كانت تدعم موضوع المصالحة يعني، وكذلك ربما يعني ماذا ما سأقوله أيضا ربما يفاجئ البعض،
وكذلك كان الأخ يحيى السنوار من الشخصيات الداعمة بقوة لمشروع المصالحة، وهو الذي أنجح بالمناسبة جولة الحوار التي رعتها مصر عام 2017. يعني كلاهما من كان وراء نجاح تلك الجولة. الحقيقة يعني على المستوى الوطني الفلسطيني، على المستوى النضالي الفلسطيني، حتى على المستوى القومي والعربي والإسلامي، استشهاد واغتيال الأخ إسماعيل هنية كشخصية يعني ذات رمزية عالية يعتبر خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني. ودعني أسجل أمامك أستاذ أحمد، فضل نروح للدكتور طارق، والجمهور أن هذه واحدة من أخطر ثلاث عمليات اغتيال لقادة الشعب الفلسطيني. العملية الأخطر التي شهدها الشعب الفلسطيني أو قادة الثورة الفلسطينية هو اغتيال الأخ أبو جهاد خليل وزير، العملية الأكثر خطورة والأكثر تونس. نعم يعني الطائرات الإسرائيلية قطعت مسافات شاسعة وكانت عملية مركبة اشتركت بها أيضا أطراف إقليمية ودولية. وكان طبعا اغتيال الأخ خليل وزير وهو القائد الكبير على المستوى الفلسطيني العربي القومي والنضال الفلسطيني في 16 إبريل 1988 كان اغتيالا نوعيا وأحدث زلزال في الساحة الفلسطينية. الاغتيال الثاني المهم الذي حتى اللحظة لم تعترف به إسرائيل هو اغتيال الشهيد الرمز القائد الكبير ياسر عرفات. طبعا نحن كفلسطينيين وكمناضلين وأيضا كقوة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية نحن على يقين مطلق أن الذي اغتال الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات هو الاحتلال الصهيوني للمخابرات الإسرائيلية وبضوء أخضر من الولايات المتحدة. هذا أمر ليس خفيا. العملية الثالثة هي بالفعل على المستوى التاريخي، على المستوى النوعي، نوعية الاغتيال، مكان الاغتيال، رمزية مكان الاغتيال، بالتأكيد اغتيال الأخ إسماعيل هنية في أهميته وخطورته لا تقل عن عملية اغتيال الشهيد خليل. هنرجع نكمل مع حضرتك دكتور طارق. قرأت الرسالة من اغتيال إسماعيل هنية في إيران، سافر حضر امبارح موجود تنصيب الرئيس الإيراني بعد ساعات بيتمشى في الشوارع وفجأة الاغتيال، كيف حدث؟ يعني عايز أقول بس يعني عايز أقول بعض النقاط الرئيسة في إطار ما نتحدث فيه. هو أولا إسماعيل هنية لم يكن على قوام الاغتيالات أصلا، يعني لم يكن على قوام الاغتيالات. قوام الاغتيالات كانت معدة لقيادات ميدانية مهمة موضوعة لا بس كانوا حاطين تتجاوز في هو خالد يعني مشعل لا خليني في ديسمبر اللي فات. طب قول اللي موجود القائمة الخاصة بالاغتيالات كانت لقيادات ميدانية وبتحدث دوريا من مجمع الاستخبارات الإسرائيلي عسكرية. قيادات ميدانية عسكرية وبدليل أنه هو كان بيتحرك هو وغيره من المجموعات اللي كانت بتأتي للدوحة للقاهرة تركيا إيران لبنان فكان في مساحة من التحرك. موضوع تجاوز الخطوط الحمراء والصفراء يعني خلينا ندي بس المشاهد صورة لأنه هذا هو الواقع اللي احنا بنتحدث فيه. إسرائيل فشلت في الداخل في التوصل لقيادات حماس الداخل فكان لابد وهذا هو ما جرى في مجمع الاستخبارات الإسرائيلية اللي هو بيضم كل قادة أجهزة المخابرات وبيعملوا بصورة مباشرة على تحت إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي وبالتالي لم تكن هناك خلافات مهنية عكس ما هو شائع في وسائل الإعلام إن في خلافات مهنية أو خلافات سياسية مستوى العسكري والسياسي في موضوع الهدنة في موضوع المفاوضات. بالعكس انه هذه الخلافات تم الاتفاق وقبل الاجتماع امبارح وبعده اللي حضر الاجتماع يشير اليك برغم انها اجراء شكلي يا استاذ احمد لكن يشير لك انه استطاع نتنياهو بذكاء شديد انه يجمع كل المسؤولين الامنيين وراء هذا الملف. فشلوا الداخلي واخفاقه الداخلي في عدم الوصول الى عناصر من قيادات حماس الداخل هو ما دفعه الى تحقيق نصره هو يبدو له دلالات رمزية أكثر منه واقعية لاعتباراتهم متعلقة بالشخص وليس باعتبارات متعلقة بالأعضاء لأنه أعضاء المكتب السياسي بتحركوا في مساحات كبيرة أوي. اختيار الهدف وما تمش في الدوحة ولا تم في أي عاصمة إلا إيران لاعتبارات كثيرة جزء منه لابد أن نعترف أن إيران دولة فيها اختراقات أمنية كثيرة وسبق أن تمت عمليات خروقات متعددة فكان لابد ان اما تتم في تركيا لكن لم يكن الموساد يريد ان يدخل في مشكله جديده مع عشان الاطراف تركيا حذرت. عشان اردوغان وطبعا في ازمه موجوده في العلاقه بعد التصريحات اللي قالها اردوغان وبالفعل في مشكله ولم يكن الاغتيال هيبقى صعب قوي في الضحيه في لبنان لو هو تواجد فايران صيد سمين جزء منه هو مرتبط ب يعني مساحة التحرك هل في تمت يعني ثغرات أمنية أو استخباراتية قد يكون لكن في النهاية هو لم يكن على قوائم الاغتيال في دلالات مباشرة إنه يتم
استهداف رأس السلطة السياسية، بمعنى أنه إسماعيل هنية كان من المجموعة المؤيدة بالفعل للتهدئة والهدنة، والرجل زار القاهرة وزار الدوحة وكان ليه توجهات. بس اسمح لي أن أنا أشير لبعض النقاط في هذا السياق. أولا أنه الخلافات كانت في موضوع الهدنة والتهدئة ولا أزيع سرا كانت من الاعتراضات تحفظات الجناح العسكري لحركة حماس في الداخل، وتحديدا يحيى ومحمد، تمام؟ يعني محمد ضيف محمد سنوار. فالمجموعه الداخليه بصرف النظر مش عايزين نشخص الامور، لكن عايز اقول في المجمل انه في جزء من ده مرتبط بحماس الداخل، وحماس الداخل لاعتبارات كثيره، انت تعلم وانا اعلم كيف تدار حماس لاعتراض لحسابات كثيره، يمكن الناس ما تعرفش تفاصيل خاصه بعمليه الانتخابات، بالتمرير، بالاسماء المقترحه، بوجود اسماء ومراكز قوه في حماس لا احد يشاهدها، يعني لا احد يتحدث عن دور خالد مشعل، لا احد يتحدث عن النواب اللي بيتحركوا في المكاتب في الاقاليم، لكن في النهايه في قرار بيصدر، لكن خلفيه ما جرى في المفاوضات كان تعثر المفاوضات ليس المكتب السياسي، المكتب السياسي كان متجاوب، يعني خليل الحقيقه واسماعيل الناس على الارض هم موجودين، لكن كانت لديهم تحفظات مرتبطه بالترتيبات الامنيه وليس برضو بالخلافات، ترتيبات امنيه، ومن حقهم بالمناسبة أنهم يبدوا بعض الاعتراضات، لكن المفاوضات راحت وجت نتيجة لاعتراضات كثيرة، ومش عايزين حاجة على الموجة المفتوحة، لا في تصريحات كثيرة متعلقة ونشرت بطبيعة الحال حول الخلافات. طيب دكتور عبود، ماذا عن الداخل الإسرائيلي؟ إسرائيل رد فعلها إيه؟ الإجراءات، نتنياهو طلع من شوية اتكلم، كان عامل اجتماع مع مجلس الحرب أو المجلس المصغر، إيه المتوقعينه؟ إيه اللي حصل؟ الإعلام الإسرائيلي بيقول إيه على عملية اغتيال إسماعيل هنية؟ شوف، في البداية خلينا نتفق ان اتفق مع الدكتور طارق والدكتور محمد ان اسماعيل هنية رحمه الله كان لاعبا معتدلا بالنسبة لاشخاص كثيرين داخل المكتب السياسي لحركة حماس او كمان في حماس الداخل وقادة ميدانيين، وربما ايضا لم يكن في اوراق اللعب او اوراق الكوتشينة اللي كانت المخابرات الاسرائيلية بتوزعها لقادة ميدانيين زي رفع سلامة وزي محمد ضيف واخرين ممن تستهدفهم اسرائيل على قوائم الاغتيالات. لكن يبدو ان بنيامين نتنياهو خطط لعملية اغتيال اسماعيل هنية منذ زيارته للولايات المتحدة الامريكية الاخيرة. لماذا؟ ليس فقط للدعم الكبير الذي حظى به في الكونجرس وتثقيف حاد وتصفيق حاد طيلة الوقت مع كل كلمة، وتبين بعد ذلك انه استأجر بعض الكومبارس لكي يساعدوه في هذه الصورة المصنوعة اعلاميا، لكن هناك مشهد خطير للغاية، أن منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر كان الشارع الإسرائيلي يغلي ضد بنيامين نتنياهو لأسباب كثيرة، ومنها أن ابنه يائير نتنياهو يعيش في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية تحت حراسة أجهزة الأمن الاستخبارية الإسرائيلية خاصة الشباك ويعيش هناك. يائير نتنياهو عاد مع بنيامين نتنياهو على الطائرة جناح صهيون، وهنا بدأ حديث اليوم في الصحافة العبرية وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية حول أن بنيامين نتنياهو خوفا من رد فعل على عملية اغتيال هنية التي كانت محددة سلفا، قد يتعرض الإيرانيون أو أزرعة إيران في المنطقة ليائير نتنياهو، لذلك تم استدعائه على عجل لإسرائيل تحت حراسة مشددة. العملية ليست بالضرورة الهدف منها قهر حماس أو الانتصار على حماس، لكن العملية كانت لها عدة أهداف حقيقية. الأولى تحقيق مكسب معنوي للشارع الإسرائيلي. اليمين في إسرائيل يغلي، لا يجد حتى الآن صورة انتصار يستطيع بنيامين نتنياهو يقدمها، والآن يستطيع بنيامين نتنياهو أن يقدم اغتيال إسماعيل هنية باعتباره صورة انتصار، يضرب عصفورين بحجر واحد. الأول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وفي نفس الوقت يكون هذا الاغتيال في مسرح عمليات في الداخل الإيراني، وبذلك يعيد ترميم صورة الردع الإسرائيلية المنهارة منذ 7 أكتوبر والمنهارة على مدار أحداث كثيرة، ويبدو أنه استطاع أن يخترق أجهزة الأمن والمعلومات في الداخل الإيراني، واستطاع أن ينفذ عملية في داخل مقرات الحرس الثوري الإيراني في يوم تنصيب الرئيس الإيراني بشكل يجرح الكرامة والسيادة الإيرانية. كذلك يحاول إرباك المقاومة الفلسطينية ولا سيما المكتب السياسي. الصاروخ الذي اغتال إسماعيل هنية اغتال أيضا المفاوضات، على الأقل
في الوقت الراهن. اعتقد ان حركه حماس سوف تجمد هذه المفاوضات، لان بنيامين نتنياهو اختال هذه المفاوضات وضرب الصاروخ في ايران وفي طاوله المفاوضات ايضا. دكتور احمد، الداخل الايراني ماذا عن ايران من الداخل؟ الاعلام الايراني كله بيتكلم، وهم اللي بداوا يعلنوا الحرس الثوري ببيان واضح ثم اتكلموا، لكن في بعض نواب في البرلمان، وكنت من شويه بتكلم على الصحافه من عندهم، بيتهموا بيقولوا انه في اختراق عندهم حصل. ماذا عن ايران؟ البيانين اللي خرجوا من الحرس الثوري كانوا بيانين غايه في يعني الاغتضاب. البيان الاول كان مجرد اعلان لاغتيال هنيه. البيان الثاني اللي كان منتظر ان هو يكون بيان اكثر دقه طلع مجرد بيان انشائي لاقصى والاقل، يعني بيان يحمل بعض التهديد لاسرائيل، بيان بيحمل التشجيب والنبذ وغيره من العناصر الادبيه لاقصى والاقل، لكن لم يحوي معلومات خاصه بكيفيه تنفيذ العمليه من الاساس. الداخل الايراني الان في حاله تجاذب الى حد ما، خاصه ان التوقيت اللي تمت فيه عمليه الاغتيال توقيت اختيار وتنصيب بزشكيان رئيس الجمهورية المنتخب بعد حادثة اغتيال إبراهيم رئيسي، صحيح. أو حادثة سوري مقتل إبراهيم رئيسي. الأزمة هنا في التوقيت ده بالذات بزشكيان في مشكلة. أول يوم ليه؟ أول يوم بالظبط بزشكيان بيبدأ أصلا إعلانه وبيبدأ مرحلته الجديدة في تحت عنوان مهم جدا، وهي محاولة تحسين العلاقات مع الدول الغربية بشكل عام. هنية هو امبارح في التنصيب اتفضل، وهنية قابل خامنئي بعديها بشويه، عرضنا صورته من شويه الفيديو. فهو بيعرض الحياه الجديده في ايران او المستوى السياسي في ايران، عنوانها ان احنا بنتكلم على محاوله تحسين العلاقات مع الدول الاقليميه بشكل عام والدول الغربيه تحديدا. رغم ان هذا الخطاب يلقى بعض المعارضه من الداخل الاصولي في ايران، لكن اصبح دلوقتي بزشكيان في حاله اختبار رئيسي. يعني نحن الان في مرحله اختيار ما بين الميول المتشددة للحرس الثوري ومحاولة الرد أو الردع التي تضمن كرامة الحرس الثوري، وما بين رغبة بزشكيان بشكل عام. بالظبط، علي خميني قال كده، قال الطار وهناخد بالطار. وبزشكيان قال كده، بزشكيان قال نفس المعلومة. لكن تظل القضية في حالة المعارضة الداخلية اللي بتتكلم على بزشكيان، أنت مش جاي علشان تعيد تاني المأساة اللي احنا عشناها لمسافات طويلة داخل أروقة النظام في إيران. المفترض أن أنت جاي تقدم خطاب أكثر تصالحي، ما تقعش تحت الدايرة الأصولية المتشددة من الحرس الثوري أو مغامرين الحرس الثوري تحديدا. المفترض أن الحياة السياسية في إيران تاخد مساحة أكثر توسعا. أزمة اغتيال هنية هترجعنا للمربع رقم واحد في السياسة الخارجية الإيرانية. في سيادة، اعتداء على سيادة بلد. بالظبط، الموضوع مش متعلق النهاردة، أنت واحد ضيفك قتلته في بقى عندك. وكل الخطاب الداخلي الذي يخرج من الإعلام الإيراني بيتكلم على فكرة الرد ومحاولة رد الكرامة الوطنية الإيرانية، لكن حدود الرد دي هتبقى إزاي وملامحها هتبقى إيه؟ ما أعتقدش إن هي هتكون ملامح قوية أو ملامح يعني بترد الهيبة الإيرانية إلا على المستوى الإعلامي لا أكثر ولا أقل. يعني قد تتم بعض العمليات عن طريق بعض الأزرع الإيرانية، سواء عن طريق الحوثيين او عن طريق حزب الله على سبيل المثال، لكن في النهايه ده يرضي الشعب الايراني؟ هيرضي الشعب الايراني على المستوى الاعلام الداخلي. وبعدين في نقطه كمان، الشعب الايراني مش كله متجه نفس الاتجاه التي تتجهه الدوله الايرانيه بشكل كامل. يعني احنا بلاش نصنف الشعب الايراني ككتله واحده بتتحرك. لا، انا بتكلم على الشعب الايراني النهارده، هو مش شايف اللي حصل ده اعتداء على سيادته؟ لا، على بلده؟ في نقطه ولا مش شايف؟ انتخاب بزشكيان في نقطه مهمه. اختيار بزشكيان كتيار معتدل داخل الدوله الايرانيه بنسبه تتجاوز ال 50% من المجتمع الايراني نفسه. بيؤشر الى فكره مهمه جدا داخل بنيه المجتمع الان. المجتمع الايراني شايف ان النظام ورطه في العديد من الازمات الخارجيه السياسيه، خاصة فيما يتعلق بالتمويلات اللي بتوصل للمساحات الأزرع الإيرانية في الخارج، مما يؤثر على اقتصاد الداخل. دي نقطة. النقطة الثانية إن في مساحة قوية جدا من الاعتراض على محاولة إيران مد نفوذ الإقليمي في المنطقة. فالشعب الإيراني نفسه ما أصبحش على قلب رجل واحد كما
يحاول الإعلام الأولاني أن يقدمه. المساحات التواصل الاجتماعي مثلا والعلاقات الشخصية مع بعض الناس داخل المجتمع نفسه بيقول لا، إحنا توابطنا في مساحة واسعة جدا من الدعم الذي نقدمه لمن يعني لا يعود على المجتمع الإيراني بفايدة. نعم. إحنا دلوقتي انتخبنا بازشكيان ليه؟ علشان يحل أزمة العقوبات، انتخبنا علشان يحسن صورتنا أمام الغرب، انتخبناه علشان تفاصيل كده. النقطة دي هترجع كل الخطاب السياسي تاني إلى النقطة الأصولية رقم واحد، ودي نقطة مهمة جدا داخل سياق الاجتماع الإيراني. روح لي دكتور أبو سمرة، حماس طلعوا بيان النهاردة وقالوا إنه الحق في وما معناه كده انه مفاوضات ما حدش يتكلم عن مفاوضات في هذا التوقيت، ده مش وقت الكلام على مفاوضات. شايف هذا الطريق رايحين لفين؟ يعني هو طبعا احنا لو عاوزين نرجع للهدف الاساسي الاسرائيلي من وراء عمليتي الاغتيال في بيروت وفي طهران نتنياهو يستعجل امرين، يعني ايهما يقترب يعني او يتحقق. الامر الاول حرب اقليميه شامله تتورط فيها الولايات المتحده بالمنطقه خلافا لرغبة الولايات المتحدة. أمريكا لا تريد حرب إقليمية شاملة ولا حرب إقليمية حتى صغيرة. إيران وحزب الله لا يريدان حرب لا إقليمية ولا حرب حتى يعني محدودة. يعني يريدان الرد وفق الآليات، يعني آليات الاشتباك القائمة أو لتتسع قليلا قواعد الاشتباك. نعم. فالأمر الأول نتنياهو يريد دفع المنطقة إلى الهاوية من خلال دفع الجميع، دفع جميع الأطراف الإقليمية إلى حرب إقليمية شاملة. إن لم يتمكن من ذلك هو يريد تحقيق الأمر الآخر الذي يسعى إليه بشكل سريع وعاجل، وهو دفع حركة حماس وإن يكن يعني وليكن معها حزب الله إلى الاستسلام، ومن ثم التحضير لتنفيذ اليوم التالي. يعني المشكلة الأساس لدى نتنياهو يعني وحكومة العدو اسماعيل هنيه الضغط على حماس من اجل الاستسلام لتقبل بترتيبات اليوم التالي لانتهاء حرب غزه. يعني الازمه التي يواجهها نتنياهو وتواجهها حكومه العدو هي ترتيبات اليوم التالي. طبعا هناك خلافات امريكيه اسرائيليه، امريكا تريد شيء، اسرائيل تريد شيء اخر، هناك رفض فلسطيني، رفض عربي، رفض مصري، وهذا مساله مهمه لكل ما يطرحه نتنياهو وحكومه العدو لترتيبات اليوم التالي. لان ترتيبات اليوم التالي من المنظور الاسرائيلي وخاصه منظور حكومة نتنياهو واليمين الإرهابي المتطرف الذي تشكل منه الحكومة هو معارض لكل أبجد يعني لأبجديات الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري والأمن القومي الفلسطيني. نعم. وأيضا يعني تركيبة البيت الفلسطيني والساحة الفلسطينية، وبالتالي بالتأكيد حركة حماس لن تستسلم، هذه مسألة مهمة. الشعب الفلسطيني لن يستسلم، المقاومة الفلسطينية أيا كان الأمر، يعني نحن طبعا بالتأكيد نحن دفعنا ثمنا باهظا كشعب فلسطيني وكمقاومة أيضا. نعم. والثمن يعني أضعاف 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 ما يعلن، وربما يعني أفاجئ المشاهدين بالإعلان عن أرقام قد تكون صادمة. يعني هناك مثلا يتم الحديث عن 50,000 شهيد، في الحقيقة أنا لدينا ما مجموعه وأتحدث من خلال أرقام موثقة ودقيقة للغاية ومن من الداخل الفلسطيني المحتل، أن عدد الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين يكاد يصل إلى نصف مليون فلسطيني، بمعنى أن عدد الشهداء بات يقترب من نسبة 10% من سكان قطاع غزة. 250,000 شهيد وليس 50,000 شهيد، طبعا يعني مع مراعاة أن هناك الآلاف بمن هم مفقودين أو تحت الأنقاض أو الذين ليس معروف مصيرهم. حيث بتكلم عن الأرقام اللي هي لسه لم تعلن ليه مش رسمية، يعني الأرقام التي من نتداولها أو من الداخل التي تقديرات ليست تقديرات، معطيات معطيات الأرقام التي نتداولها يعني كقوى وكمراكز أبحاث فلسطينية وك يعني جهات معنية بتوفيق كل شيء. في مناطق بالكامل دمرت بالسكانها بالتأكيد، مش كده؟ هناك يعني منطقة السكنية مثلا وهي منطقة دوار فلسطين أبيدت بشكل كامل، يعني بشكل كامل، وهناك شهداء حتى من عائلتي وحتى من أقاربي، هناك شهداء لهم 6 أشهر تحت الأنقاض لم تتمكن فرق الدفاع المدني من انتشالهم. هناك عشرات آلاف الشهداء من هم تحت الأنقاض نتيجة طبعا أولا عدم وجود إمكانية للدفاع المدني لانتشالهم من تحت الأنقاض، ثانيا لعدم سماح العدو بانتشالهم. يعني أو أمس وأول أمس تم انتشال المئات من محافظة خان يونس، وهناك الحديث الأولي عن 3,000 شهيد في المنطقة الشرقية لخان يونس وحدها. خان يونس وحدها. وحدها. آه. الشهادات التي تردنا أستاذ أحمد والإخوة الأعزاء، يعني
أن كل من يسير في شوارع قطاع غزة سواء في الشمال أو في الجنوب دائما يجد أمامه عشرات الأشلاء الملقاة في الشارع التي لا يمكن لأحد أن يتعرف على ملامحه. وبالتالي نعود لمسألة الاغتيال، أن حركة حماس أنا برأيي بالتأكيد سترد، ولا يمكن أن تفوت هذا الأمر. يعني هذا أمر بالنسبة لها أمر كبير، يعني اغتيال الأخ إسماعيل هنية أمر كبير على المستوى هترد على مستوى الحدث. هترد تتوقع حضرتك كيف؟ أنا تقديري أنها سترد. أولا هي بدأت الرد بالمناسبة، اليوم نفذت كتائب القسام في الضفة الغربية عشرات العمليات الفدائية وخاصة في منطقة الخليل، ولأول مرة هذه مسألة مهمة، لأول مرة كتائب القسم تعلن عن وجود رسمي لها في في محافظة الخليل وتنفيذ عمليات إطلاق نار وغير ذلك. يعني هذه المرة الأولى وبدأت تتحدث بشكل قوي وواضح أنها سوف ترد بعمليات متواصلة بما يتساوى بحجم عملية الاغتيال. عظيم. هروح لي يا دكتور طارق، نتكلم على الشرق الأوسط، ما هو قادم؟ نتكلم على غزة، نتكلم على لبنان، نتكلم على إيران ناحية تانية، نتكلم على اليمن والحسين ناحية في الجنوب، ماذا عن القادم في الشرق الأوسط في المنطقة؟ يعني هو في توقع أنه هيبقى في ارتدادات كبيرة، أو بصرف النظر عن الرد أو عدم الرد، لأنه أنا من الذين يقولون أنه عملية الرد دي محسوبة، يعني سواء كان إيرانياً أو بالنسبة لحماس محسوبة. يعني ولا لا؟ لأنه إيران هتتبع استراتيجية الصبر الاستراتيجي، ودي صبر. يعني في عندها قدر كبير جداً من الخبرات السابقة اللي تقول لحضرتك هي اللي هتختار توقيت ودلالات رمزية، ليس للمخاطبة الجمهورية دكتور الداخلي في إيران. فموضوع الرد والرد السريع خايفة من تدخل أمريكا؟ لاعتبارات كثيرة قوي أشار إليها الدكتور. هو في جزء منها هيبقى في اتفاق أمريكي إيراني على ضبط الموقف والمشهد، في سيناريوهات كثيرة قوي وهي مش نظرية بالمناسبة، وفي دول عربية بتشارك في محاولة لتقريب وجهات النظر وفي اتصالات على هذا المستوى. فبالتالي موضوع انه ايران ترد لن ترد، انا في تقديري مش هترد رد على شورت ران، انت بتكلم على مدى طويل لي. يعني جزء منه مرتبط بالجمهور الايراني والراي العام الايراني والتهدئه والدلالات الرمزيه اللي حضرتك اشرت اليها. في معادله داخليه في ايران بتتشكل مع الرئيس الجديد بالفعل في مصالح ايران اولا، فبالتالي لن تنشغل كثيرا بعمليه الرد رغم انها في مكانة للدولة وفي حضور للدولة وما إلى ذلك، لكن المصالح هي التي تشير إلى هذا. الارتدادات لحرب غزة دكتور طار، قبل ارتدادات حرب غزة في دولة تقبل أيا كانت الدولة تعمل حساب لأي حد وهو بتضرب من عدو خارجي؟ يعني مع احترامنا للجميع، جيش ولا ما عندوش؟ انا عايز عنده اقول لحضرتك قوات ولا ما عندوش؟ عايز اقول لحضرتك انه الرد كان على، يعني انت ما تستناش اسرائيل لما تاخد قرار. اسرائيل اختالت علماء كبار في اختالت النووي الايراني يا استاذ احمد. يعني خليل زاده تم اغتياله، مش عايز اقول اسماء كتير عشان ما ازعجش الناس. يعني في ناس كبيره جدا تم اغتيالها سواء في المجمع العلمي وشخصيات كبيره داخل ايران وقاده من الحرس الثوري ولم ترد ايران. هذا ليس تقليلا من ايران، لكن انا بقول لحضرتك انه في سوابق سابقه فلن تتحرك ايران من اجل لا لما يطلع المرشي يقول لك الطار احنا عارفين هو بيخاطب جمهور ايراني في مرحله يعني كلام الاعلام، يعني عايز اقول ده خطاب موجه مش قرار ومش قرار. توجهات اليوم الاول للرئيس الايراني، انت حضرتك بتحكم على اليوم الاول صدرت ازمه للرئيس الايراني، كيف سيتعامل مع الجمهور الايراني؟ هذه نقطه غايه في الاهميه، وبيخاطب شعبه دلوقتي جايه معلومات المرشد الايراني امر بضرب اسرائيل بضرب مباشر ردا على اغتيال هنية الان نقلا عن ثلاث مسؤولين ايرانيين. ننتظر ونشاهد كيف ستضرب ايران، لانه طبعا حجم دول مش هتضرب. لن تضرب. الان لن تضرب، لا هتكتفي بالرد. انا هقول سمع اخبارها ايه، يعني هقول لحضرتك واقعه عماد يا دكتور، واقعه عماد بالظبط احنا بنتكلم على عماد كان اقل يعني لا اسماعيل هنية. طيب انا بتكلم، ما احنا بنتكلم على علماء ايرانيين كبار هم بيشاركوا في تطوير البرنامج النووي الايراني، يعني خلينا مش عايز ادي الامور بس اكتر من حقها. شركات طيران امريكيه واوروبيه يعني لغت رحلات لتل ابيب. طيب دي معناها ايه؟ انا بدي حاجه مؤشرات لعل جايز ايراني لن يكون هناك. نتمنى، شوف انا من الناس اللي نتمنى ده، لكن مش هيحصل، السياسه ما فيهاش تمني. خلينا اكمل بس النقطه بتاعت الارتدادات عشان انت حضرتك سالت دكتور محمد فانا هكمل جزئين. في ارتدادات لحرب غزه، في ارتدادات لحرب غزه ستشمل الاقليم باكمله، وبالفعل الاقليم في حاله توتر، وربما تشهد بالفعل مواجهات كثيرة. نتنياهو قدر يسوق
في الكونجرس فكرة إسرائيل مهددة من سبع جبهات. سبع جبهات الآن يمكن أن تتحرك إذا جرى ما جرى، لكن في مشكلة متعلقة بإيه؟ من سيضبط المشهد في هذا التوقيت؟ الولايات المتحدة ستكون عاجزة لاعتبارات متعلقة بالعملية الانتخابية. الأمر الآخر أن نتنياهو سيستثمر في هذا المشهد الأمريكي الدولي المرتبك، بمعنى أنه سيستطيع أن ينفذ جزء من استراتيجيته. هو يتعامل مع حماس، أنا يعني خلينا أكون واقعي مع حضرتك، أنا أتمنى المقاومة الفلسطينية تستمر ويكون لها دور، لكن في مشكلة، القطاع الآن قلصت مساحته، القطاع أصبح كله ممرات. مش عايز أقول لحضرتك بقى وكانتونات وبلوكات وفين وماشي فين، شارع الرشيد فتح فين وقفل فين، يعني عايز أقول لحضرتك الشمال عن الجنوب، يعني في تفاصيل مزعجة تطول القطاع بكل ما فيه. فأنا النهاردة أنا بتكلم وفق إيه، حسابات واقعية. السياسة ما فيهاش تمنيات. الارتدادات حرب غزة ستشمل الجميع، لن توجد دولة في الإقليم مش هيتأثر بيها ما تشاهده الآن. اليمن، دول الخليج، النطاق الاستراتيجي للدول العربية، ففي تأثر كبير هيحدث. نتمنى ألا أن يكون ده ممتد لعدة أشهر. دكتور عبود، هل نتنياهو حصل على ضوء أخضر من أمريكا قبل قتل فؤاد شكر ولا في لبنان امبارح، ما يدور وإسماعيل هنية النهاردة في إيران؟ يعني ما يدور في الغرف المغلقة لا يعلن في وسائل الإعلام، بس خلينا نقول إن الإسرائيليين اعترفوا، احنا بنتكلم على تحليل، نتكلم على قراءة وعلى رؤية، اغتيال فؤاد شكر اعتراف رسمي، وطلع جالانت وطلع نتنياهو وأكيد هذه المسألة. فيما يخص إسماعيل هنية، ربما الاعتبارات تتعلق بالسيادة الوطنية الإيرانية وما إلى ذلك، والقانون الدولي وانتهاك القانون الدولي. إسرائيل فضلت سياسة الغموض، لكن بس هيئة البس الصبح النهاردة حطوا صورة إسماعيل هنية لعدة دقائق وقال لك تم التخلص منه، وشالوه. انا بتكلم على المستوى الرسمي، دقيقة ونص يا استاذ احمد، وشالوها بعدين. ايوه، حصل بيان من مجلس الوزراء في اسرائيل بيأمر الوزراء الاسرائيليين بعدم التصريح والتحدث في هذه المسألة، لكن الحكمة بتقول ان البعرة تدور على البعير. خلاص، انت عارف ان اسماعيل هنية اغتيل بايادي اسرائيلية، هذا من المعلوم بالضرورة. خلينا بس نتكلم على ان المسألة دي تمت ازاي. ده استكمالا لكلام الدكتور محمد الدكتور طارق، لانه هيعمل اضاءه على الفكره، ضربه داخليه ولا خارجيه، هل في رد ولا مفيش رد. اولا، مجلس الحرب الاسرائيلي انهار بخروج جانس من الحكومه، وتبقى الان وزير الدفاع جالانت وبنيامين نتنياهو وقاده الاجهزه الامنيه. في اجهزه بتوفر معلومات زي الموساد، وفي اجهزه بتعمل تقدير موقف بناء على هذه المعلومات زي المخابرات الحربيه. المخابرات الحربيه الاسرائيليه عملت تقدير موقف فيما يخص اسماعيل هنيه، قايم على فكره محدده، ان ايران اذا تم تنفيذ هذه العمليه في الاراضي الايرانيه هيكون رد الفعل الايراني عامل ازاي. هيكون رد الفعل الايراني رد محسوب للغايه، ربما تحرك الاذرع البروكسي الايراني او الوكلاء المحليين مثل الحوثيين ومثل حزب الله وما شابه، ربما تضرب صاروخا ذات اليمين او ذات اليسار، بحيث ان العمليه لا تستهدف عدد كبير من المدنيين، فتضطر اسرائيل رد اشمل، او تضطر اسرائيل لدخول حرب اقليميه. بنيامين نتنياهو يقود المنطقه الى حافه الهاويه، ويقود المساله تحت شعار علي وعلى اعدائي، لان لديه اهداف. اول اهدافه مد امد الحرب الى اقصى مدى ممكن، فتح جبهه في الشمال، ربما لا تكلف اسرائيل كثيرا لان ايران تتبع شعار الصبر الاستراتيجي. التقدير الموقف الاستخباري الاسرائيلي يقوم على فكره ان ايران، ده كلام وفقا للمعلومات العبريه، ان ايران صارت قاب قوسين او ادنى من القنبله النوويه، وبالتالي هي لن تنجر ولا تريد ان تنجر لحرب اقليميه تخسر فيها الاخضر واليابس من اسرائيل، وتدخل في حرب وفي مواجهه مفتوحه مع اسرائيل ومن ورائها الولايات المتحده الامريكيه، ومن ثم تراهن اسرائيل على ان الرد الايراني سوف يكون ردا محسوبا، يستخدم حزب الله، يستخدم الحوثيين، يستخدم الميليشيات الشيعيه في العراق، لكن لن تدخل ايران حربا مفتوحه على مصراعيها مع الإسرائيل أو الولايات المتحدة. دكتور أحمد، الاختراقات اللي تمت ممكن تكون حصلت إزاي؟ الحوار الحديث بيدور حول إيه في إيران؟ الحديث بيدور مش بس من اغتيال هنية، لا، الحديث بيدور من وقت طويل جدا إن المؤسسات الأمنية في إيران فيها اختراقات ضخمة وفيها مشاكل. يعني لغاية دلوقتي إحنا مش عارفين الصاروخ اللي تم به اغتيال هنية جه من أي اتجاه. هل زي ما أعلنت إسرائيل إن هو جاي من غواصة في المياه الإقليمية الإيرانية؟
بعض المصادر الايرانيه بتقول لا ده جاي من مبنى مجاوب لمبنى اللي كان فيه اسماعيل هنيه. في كل الاحوال كارثه، في ازمه امنيه ضخمه جدا داخل المؤسسات الامنيه والعسكريه، وزي ما حضرتك اشرت ان اعضاء كتير من اعضاء البرلمان اصبحوا بيوجهوا اصابع الاتهام والتقصير للنظام العسكري في ايران بشكل عام. واحنا سبق اتكلمنا قبل كده ان النظام العسكري في ايران شبه منقسم نسبيا ما بين الحرس السوي وما بين القوات المسلحه. وبالتالي تظل الاختراقات فين الدفاعات الأمنية. الجو ولا مش في دفاع جو ولا فاكر ازمه ازمه اصفهان لما تم القاء صواريخ على بالظبط على القاعده اصفهان وضرب المنظومه اس 300 واتكلمنا ساعتها برضه حوالين هو فين الدفاع الجوي اللي ممكن يحمي الحدود الايرانيه بهذا الشكل، سماء ايران بالظبط. ووصلنا ان لا احنا ما عندهمش قدره على الدفاع الجوي الجيد او حتى الطيران الحربي الجيد. في ازمه في التسليح الايراني مرتبط اكتر بمساحات العقوبات المفروضه، مرتبط الى حد ما بالانقسام داخل المؤسسات العسكريه والميول السياسيه الداخليه، مرتبط دلوقتي في الظرف التاريخي الراهن بوجود خامنائي نفسه داخل مؤسسه الولايه نتيجه لحالته الصحيه والسن وغيره، مرتبط بالازمه السياسيه داخل المجتمع نفسه، الانقسام او الاستقطاب الاجتماعي ما بين تيار عايز الاصلاح الكامل والبعد عن كل القضايا الاجتماعيه او السياسيه الشائكه والانتماء الى المجتمع من الداخل، وتيار تاني لسه شايف ان الحياه ممكن تكون في مد الازرع الاقليميه لايران. لكن في النهايه متفق تفسير جدا تفسير حضرتك، وحضرتك هتتفق مع الدكتور طارق اكيد طبعا انه المرشد لما يقول هنضرب وناخد بالطار ده كلام للاعلام والشان الداخلي ولا لا هياخدوا فعلا طار؟ لا انا متفق مع راي الدكتور طارق والدكتور طارق والدكتور محمد والدكتور محمد عن ان في النهايه المساحات اللي هتض بيها ايران هي مساحات محدوده جدا، مش هتتم عن طريق القاء مثلا مسيرات او زي ما حصل في صحيح. الاشهر السابقه ده مش هيتم تاني، مستحيل هيتم بعناصر محدوده جدا ومساحات تصل قد تصل الى العمق الاسرائيلي ولكن ليست مؤثره. النقطه اللي اشار لها كم طياره درون كده وبتاع وهيتم عن طريق وارد الحوثيين او عن طريق بلغوهم خلال الاطراف الوكيله يعني تاخد 10 ساعات قبل ما توصل. اغتيال قاسم سليماني، اغتيال اسماعيل قاني، اغتيال كل علماء النوويين هيكونوا يعني هنيه اعز من كل دول داخل المجتمع الايراني يعني؟ لا طبعا. النقطة بس اللي قال عليها الدكتور محمد هي العتبة النووية، التقييمات الإسرائيلية في مجملها يا أستاذ أحمد إنها وصلوا خلاص للعتبة النووية وقضي الأمر، فبالتالي لن يغامروا زي ما قال الدكتور محمد بالدخول دلوقتي في مواجهة أو مناكفة مع الغرب لاعتبارات كثيرة، وبالتالي في قيود فعلا زي ما قال الدكتور محمد إيران مش هتقدم على عمل خارج السياق الوصول للسلاح النووي أهم العتبة النووية الأهم. اللي هو ده الأهم دلوقتي ده الأهم على المستوى النووي ومهم المستوى الاقتصادي داخل المجتمع بالزبط. في أزمة في أولويات داخلية عشان حالة العقوبات وحالة الحراك المجتمعي داخل المجتمع. فاصل 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 هنطلع فاصل وبعدين وأعود وضيوفي الكرام. برجع مع حضراتكم وضيوفي الكرام. ماذا بعد اغتيال اسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحركه حماس؟ دكتور ابو سمره، مين بديل اسماعيل هنيه؟ متوقع مين؟ مين الاسماء المطروحه حاليا؟ طبعا هو في ازمه الان يعني ازمه اكيد يعني الخيارات عند حركه حماس اختيار بديل في ظل الظروف الحاليه، في ظل حرب غزه، في ظل التهديدات ايضا يعني الاسرائيليه باغتيال كل اعضاء المكتب السياسي. يعني اليوم الاعلام العبري بعد اغتيال الاخ اسماعيل هنيه نزل طبعا بروشور بتحدث عن اغتيال خالد مشعل وخليل حيه وغيره من اعضاء المكتب السياسي، حطوهم على اهداف الاغتيال بالضبط. بالمناسبه هو يعني بعد 7 اكتوبر يعني طبعا انا من المتابعين بشكل دقيق للاعلام العبري، كان هناك احاديث متكرره يعني في الاعلام العبري عن اغتيال كل اعضاء المكتب السياسي بما في اسماعيل هنيه وخالد مشعل طبعا طبعا. هذا بسال تنويه لاخونا الدكتور طارق دكتور يعني دكتور اسماعيل هنيه اسماعيل كان على قوائم كان من ضمن الاسماء التي يتم الحديث عنها، لكن طبعا كان الاكثر يعني حضورا من الاسماء الخارجيه اعضاء حركه حماس بالخارج
الأكثر حضورا في الإعلام العبري بالتهديد شبه اليومي بالاغتيال هو صالح العرور بالتأكيد يعني. فبالتالي الآن خيارات العرور ده اللي في لبنان اللي اغتيل في لبنان في الضاحية الجنوبية أيضا يعني قريب بالمناسبة من المكان اللي اغتيل فيه فؤاد شكر امبارح. نعم قريب يعني بعيد يعني شيء بسيط يعني شيء بسيط. هم كلهم ليه بيقعدوا في اماكن قريبه من الضاحيه؟ الضاحيه لا يعني هي الضاحيه امنيا حتى مثلا لا لا هي الضاحيه عباره عن قلعه يعني محصنه. انا عشت في لبنان ويعني قعدت 10 سنين في لبنان وعارف لبنان والضاحيه والى اخره. فهو الضاحيه عباره عن قلعه امنيه مغلقه هي تعتبر محصنه حقيقه. طب الضاحيه يعني محصنه ايه المسد؟ لا ده موضوع اخر. كل يوم بيقتلوا واحد ده موضوع اخر. اذا هنتحدث في الموضوع ده يعني بشكل هامش يا دكتور ابو سمره ده مش موضوع اخر. دكتور محمد بيتكلم صح. ده موضوع مهم. لا تمام موضوع مهم بس صح. هو الساحه اللبنانيه هي الساحه رقم واحد لعمل اجهزه الامن الاسرائيليه خارج فلسطين المحتله رقم واحد. ولذلك تجد في لبنان اكثر شبكات التجسس الاسرائيلي يعني اعداد مهوله. كل يوم في اكتشاف كل يوم ومن يعني يعني لبنانيين بغض النظر يعني على من جنسيات لكن شبكات بالتاكيد لانه لبنان مستهدف يعني بشكل يعني الخيارات بالنسبه لحركه حماس طبعا اسماء كثيره مطروحه لكن خالد تاني مطروح تاني خالد مشعل ولا صعب؟ هو خالد كان بيحضر نفسه يعني للعوده للترشح بعد انتهاء المده الحاليه يعني لا اسمع لاني اكيد خالد اسمه مطروح اسمه مطروح الدكتور موسى مرزوق مطروح مطروح يعني في كلام على اسامه حمدان لا وارد؟ اسامه لا 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 اسامه لا 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 لا, لا 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 اسامه من الصف الثاني مش صف اول يعني الاسماء خليل الحيه ممكن خليل الحيه ممكن خليل ممكن ممكن لكن اكثر اكثر الاسماء المتداوله ما بين خالد مشعر والدكتور موسى مرزوق رقم واحد خالد مشعر رقم اثنين موسى اب مرزوق رقم ثلاثه خليل الحيه طبعا لو ما فيش حرب غزه بالمناسبه هذه مساله مهمه لو ما فيش حرب غزه او نفترض الان وقفت حرب غزه والان يعني يعني ضمن انه مثلا الاخ يحيى السنوار بحاله جيده والى اخره بالتاكيد المرشح رقم واحد حيكون يحيى السنوار في الوضع الطبيعي وهو كان المرشح رقم واحد بعد الاخ اسماعيل هنيه في حال انه ما كانش في حرب غزه في الداخل ولا بشكل داخل عام؟ لا انا بتكلم لرئاسه المكتب السياسي هو اقوى شخصيه في قياده حركه حماس داخلا وخارجا عسكريا وسياسيا الاخ يحيى السنوار وهو المرشح رقم واحد في الوضع الطبيعي. تعرفه؟ تعرف يحيى؟ طبعا 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 يحيى اولا من بلدي عسقلان رقم واحد رقم اثنين احنا بنعرف بعض من تقريبا المرحله الاعداديه رقم ثلاثه هو كان زميلنا في الجامعه الاسلاميه ايضا كان عضو بمجلس الطلاب مع عضو في الفتره اللي كان فيها الاخ اسماعيل هنيه رئيس المجلس اللي كان ايضا اسماعيل يحيى كان عضو مجلس الطلاب كان ماسك اللجنه الفنيه في مجلس الطلاب اخيرا اعتقل معنا في لما اعتقل اداري في يناير وبقي معنا في المرحله الاداريه لحد ما تم استدعائه للتحقيق للقضيه اللي اخذ عليها 25 سنه معه هو الرجل القوي دلوقتي يحيى السنوار هو بالمناسبه أقوى. هو الاقوى يحيى السنوار يعني في التصنيف هو اكثر الشخصيات القياديه في حركه حماس يعني تمثل التيار الوطني داخل الحركه بغض النظر يعني عن بعض الاراء وهو الاكثر قربا الى مصر وهذه مساله مهمه بالمناسبه اسماعيل كان قريب الى مصر الدكتور موسى مرزوق من الشخصيات المقربه من مصر يحيى من الشخصيات المقربه من مصر يعني هذا ليس سرا يعني يعني شيء يعرفه القاصي والداني صحيح يعني ولذلك كما قلت يعني في بدايه حديثي انه كان الاخ يحيى من اكثر الناس دعما لكل المبادرات المصريه التي تطرح مشروع المصالحه الفلسطينيه وبالتالي الان طبعا احنا السؤال ليس فقط من سيكون يعني رئيس المكتب السياسي السؤال الاهم الذي يجب ان يطرح الى اين ستذهب الحاله الفلسطينيه باكملها احنا الان في مازق كبير مازق كبير اولا نتيجه حرب غزه مازق كبير ايضا بعد اغتيال الاخ اسماعيل هنيه مازق كبير لانه اصبح الان كل القيادات الفلسطينيه مهدده يعني المبنى الذي قصفت في غرفة إسماعيل هنية وهو طبعا كان مبنى تابع لاتحاد محاربي قدم المحاربين في شمال طهران كان متواجد فيه كل أعضاء الوفود الفلسطينية قيادات زياد نخالة وغيره في الطوابق وأدوار كل الوفود الفلسطينية كانت في هذا المبنى الصاروخ وجه بشكل مباشر إلى الغرفة التي يقيم فيها إسماعيل هنية الآن يعني في الفاصل أنا التقطت إشارة إنه أحد الأسباب التقنية اللي نجحت الجهة المنفذة بتنفيذ الاغتيال التقطها إشارة هاتف الثريا بن قسين القطري
اللي يحمله فريق اسماعيل هنيه. هذه مساله مهمه يعني انه كان الصاروخ وجه نحو اشاره الهاتف وبدات تتسرب يعني الامور بشكل تدريجي. فالمهم نحن صناعي التقط بالضبط بالضبط. انا رايي انه العمليه ليست اسرائيليه خالصه. اذا بنتكلم على العمليه ليست اسرائيليه خالصه يعني اسرائيل التي فشلت في حمايه حدودها يوم السابع من اكتوبر بغض النظر عن موقفنا من الامر يعني. تقصد امريكا مساعده؟ بالتاكيد بالتاكيد هناك بالتاكيد هناك دور لها دور. بالتاكيد هناك دور امريكي وربما هناك مساعده غربيه من دول اخرى يعني هي الدول بشكل دائم داعمه للعمل الاستخباري الاسرائيلي. وبالمناسبه ايضا يعني ما في ليس هناك استبعاد يعني لمساله الاختراق في اي يعني في اي جانب صحيح. من الجوانب لكن صحيح. بالتاكيد هناك دور دور تقني. المهم تقني. في الموضوع في موضوع قياده حماس انا رايي ان حماس تقني. تواجه مأزق كبير. من سيكون خليفه للاخ اسماعيل؟ احنا فلسطينيا نواجه مأزق كبير. كيف سنعيد ترتيب اوراقنا في الساحه اوراق الساحه الفلسطينيه؟ وانا رايي انه يجب فورا إعادة صياغة الحالة الفلسطينية والتحقيق الفلسطينية والاستجابة فورا لكل ما تم طرحه من اتفاقيات للوحدة الوطنية الفلسطينية والمصالحة عبر القاهرة وعبر مصر. وأنا لو كنت يعني مكان كل قادة الفصائل نأتي فورا إلى القاهرة ونطلب من القاهرة يعني فتح ملفات الاتفاقيات التي قدمت قبل ذلك والاتفاق على تنفيذها فورا. طب روح للدكتور طارق عشان الكلام ده مهم. فضل. العودة إلى القاهرة جميع الفصائل الفلسطينية نرجع نفتح الملف ده تاني العودة حان وقت الالتحام الوحدة يعني شوف أنا راجل عملي واقعي أستاذ أحمد مع احترامي. أولا عايز أميز بس بعض النقاط اللي أشار إليها الدكتور محمد. في فرق كبير قوي بين القوائم الإعلامية اللي الصحافة بتنشرها وبين الواقع بالنسبة للتغيير الأسماء وتبديلها وما إلى ذلك. فلا نعتمد في مصادرنا على الميديا الإسرائيلية. الميديا الإسرائيلية ميديا فوضوية. دكتور محمد يصحح لي لو أنا بقول الكلام الصحيح. وبالتالي موضوع كلهم يعني خليني بس خليني اقول نقاط سريعه بس. ففي جزء من ده هو مرتبط بانه البيت الفلسطيني زي ما اشار الدكتور محمد لازم يتم ترتيبه وما الى ذلك. لكن لا توجد نيه لهذا. حصل في الصين من خلال الايام الاخيره اتفاق تمام ولم يتم الاتفاق على شيء. فنحن لا نريد ان نضيع وقت الان. لكن هو في اشكاليه متعلقه بمستقبل حماس ضمن المعادله الفلسطينيه. هل حماس لديها النية هي وحركة الجهاد يخشوا إطار منظمة تحرير فلسطينية؟ عشان نكون واقعيين في مراحل معينة أيام الشيخ أحمد ياسين وأيام الدكتور عبد العزيز الرنتيسي رحمة الله عليهم طرحوا فكرة المحاصصة. فإحنا مش عايزين نضيع وقت نقول كلام نظري إنه في إمكانية. لا مفيش إمكانية قولا واحدا. لأنه كان ممكن أثناء فترة المواجهة خلال الشهور الأخيرة إن إحنا نطرح ده بمعنى إن حماس ستقدم للدخول منظمة تحرير الفلسطينية. لكن حصل التراشق الإعلامي ما بين فتح وحماس فوصلنا إلى حائط صفر. صح. نقطة من أول السطر. هل إحنا النهاردة عندنا قدرة إن إحنا نرتب ده؟ قولا واحدا نعم. مصر بذلت مجهودات كبيرة جدا طوال الفترة الماضية وكان الحوار الفلسطيني في مراحل معينة نجح بصورة كبيرة للغاية. عظيم. الرسالة للأشقاء الفلسطينيين إذا عدتم عودنا كان في العالمين واحد كنا هنعمل اثنين لو أنت فاكر وكنا مرتبين الأمور وجوم الأمناء هنا والتقوا بعد لقاء السيد الرئيس مع فخامة الرئيس أبو مازن وكان في ترتيب لكل ده. هل النهاردة دي أولوية؟ أنا شايف النهاردة هو إنقاذ غزة أولا لأن النهاردة في مشكلة بالفعل مرتبطة بوضع حماس. إسرائيل ستبقى في القطاع عشان نكون واقعيين. صحيح. لكن هتبقى في القطاع ما هي القوة التي ستعمل بجوار حماس عشان نكون واقعيين بجانب إسرائيل. قوة مراقبة عربية لازم يكون لينا دور يعني لازم يكون في دور عربي قولا واحدا وبالتالي الدور ده يعمل بجانب الواقع الانتقالي الى حين اللي هيقبل انه يبقى موجود واسرائيل موجود. انا هقول لبقى حضرتك لا ما انا هقول لبقى حضرتك التحفظات مصر شروطها الانسحاب مش كده؟ انسحاب مباشر ويتم ده لكن اسرائيل احنا بنتكلم ورفح الفلسطينيه احنا بنتكلم في جزئيتين ان هم يخرجوا من المعبر ويخرجوا من ممر صلاح الدين تمام؟ إذا خرجوا ستكون هناك سلطة على الجانب الآخر. سلطة فلسطينية. أيوة. ما هي السلطة الفلسطينية؟ هل هي عشائر؟ هل هم تكنوقراط؟ هل هي قوات أمنية؟ في تساؤلات كتير قوي. على أي حال لابد أن تكون قوة فلسطينية موجودة في هذا الإطار. يبقى دي أول خطوة. الخطوة الثانية بقى حضرتك في ترتيبات أمنية إسرائيل عملتها مش هتنسحب بصورة مباشرة. إحنا بتوع سياسة مش بنقول يعني في جزء من ده مرتبط بواقع إسرائيل فرضته. أما هتتفاوض مع أستاذ أحمد النهاردة هتتفاوض معاك إنها موجودة على الأرض. هتنسحب من الجزء اللي عند الأستاذ أحمد إزاي بمعايير وشروط معينة.
اسرائيل حاطه شروط، هي كده كده هتتعامل مع حماس، لكن هي المشكله حماس لن تكون بمفردها، احنا بنرفع الحرج عن حماس انها تكون ضمن المنظومه الفلسطينيه والمعادله الفلسطينيه التي تشكل، لكن هي لن تعود قولا واحدا الى اداره القطاع. لا يوجد مين لن تعود؟ حماس. حماس قولا واحدا لن تعود تاني؟ لن تعود للحكم. ده يعني لا ما يعني قبل 7 اكتوبر مختلف، لن يعود خلاص. النهارده اسرائيل عشان اكون امين مع حضرتك بتقول لك اعملوا حماس جديده. اعملوا حماس جديده. ده مطروح في اسرائيل. حماس جديده يعني ناس معتدل جديد. يعني معتدلين، شخصيات معتدلة، أسسوا حركة جديدة. إحنا اللي ساعدنا في إنشاء حماس، مش عايز أقول حاجات صادمة بقى يعني. إحنا اللي ساعدنا في إنشاء حماس فترة معينة، إن حملنا ده في تقليب فتح على حماس في حوارات بيدورها العسكريين في هذا الإطار. ففي شروط إسرائيل، شروطها هي ليست تعجيزية، لكن إذا وقفنا على بعض النقاط الرئيسية وقلنا إنه الأشقاء الفلسطينيين يتحدوا في هذا التوقيت ويبقى في توافقات مهمة، وأن تكون من مصر مش من الصين. احنا رايحين نعمل في الصين ايه؟ احنا شفنا وثيقه بعد اسبوع ما حدش اتكلم فيها. انا النهارده بقول مصر لان انت اللي عندك الجهد التراكمي زي ما اشار الدكتور محمد. صحيح. جهد النهارده خالص اذا توافقت الايرادات يا استاذ احمد نقدر نبدا دلوقتي. لو احنا عندنا النيه والاراده نبدا نشتغل دلوقتي، مش هروح الصين اعمل وثيقه ما حدش علق عليها اصلا. بالمناسبه وقعوا انا مش عارف التوقيع على ايه، يعني الوثيقه في الاخر بعد اسبوع ما حدش اتكلم فيها. لكن انت عندك جهد حوارات من حوارات القاهره لليوم، في حوارات متصله، احنا يعني شهادتنا مجروحه عشان نقول احنا مصريين، بس في الاخر ايه؟ احنا عندنا الجهد زي ما اشار الدكتور محمد، بالفعل جهد تراكمي نستطيع ان نقوم به. هنطلع فاصل اخير واعود وضيوفي الكرام قبل الختام. أرجع مع ضيوفي الكرام، ولكن دلوقتي نيويورك تايمز بتقول إيران ستوجه ضربة إلى تل أبيب وحيفة لقواعد عسكرية ومنشآت عسكرية إسرائيلية بالعشرات من الطائرات المسيرة. دكتور رشين، هل ده زي على غرار اللي حصل قبل كده؟ زي ما حصل قبل كده في أزمة أصفهان. وضرب نفس القاعدة بنفس الأسلوب، يعني هيكون ضربات يعني هم بيعلنوا اهو على المواقع وهنستهدف وهنضرب زي ما حصل قبل كده. احنا اعلنا وقلنا ان احنا هنضرب. وطبعا ده من ضمن المشاهد العبثيه على المستوى العسكري، اللي انا في النهايه بعلن عمليه ضرب قبل ما اعلنها او قبل ما انفذها بتفاصيلها. يعني لو طلع طيارات دلوقتي توصل الصبح هتوصل خلاص، ما احنا عارفين كلنا. خلاص احنا نقعد نستنى مقرر بالظبط. سيناريو مقرر، وهو نفس السيستم طول الوقت اللي بتشتغل بيه ايران في محاولات رسم صورة إقليمية معينة عن وجودها في المنطقة. وبالتالي اللي هيتم إن تم الفكرة اللي عنها نيويورك تايمز، إن مجموعة من المسيرات هتوصل لغاية هناك وغالبا مش هتوصل، وهيتم ضربها قبل ما تعدي حتى العمق الإسرائيلي. ممكن صواريخ باليستية وغيره ولا لا؟ لا هتبقى صعب. هتبقى صعب لأن هيبقى حجم الضرب بالغ لو طلع صواريخ باليستية بشكل كامل، وبالتالي هيبقى الرد الإسرائيلي مشعل أكتر للمنطقة في حالة الهياج. طب قبل ما أختم، لأنه دلوقتي آخر خبر جاي اللي هو العاجل، صواريخ من إيران ومن اليمن ومن سوريا ومن لبنان. ماذا لو حدث لحضراتكم هذا السؤال والعراق؟ قال حضرتك ان الصواريخ دي كلها هتطلع في وقت واحد. في وقت واحد. ما هي حضرتك لو فاكر الصواريخ اللي طلعت خلال الاشهر السابقه كانت طالعه منين؟ من العراق ومن اليمن ومن حزب الله من لبنان. نفس السيناريو يا فندم. الدفاعات بقى اللي هتقابلها مين؟ الدفاعات البريطانيه، الفرنسيه، الاسرائيليه، ثلاث دفاعات. ده الاردن نفسها كانت بتضرب الطيارات اللي معديه يا فندم عشان يعني تخترق سياده والمجال الجوي، تضرب اي حد، توقع اي حد تاني، مش يخترق مجال. وبالتالي الوضع الاقليمي نفسه مش هيسمح بالمساحه اللي بتدعيها ايران اعلاميا. دكتور عبود، احنا شفنا الفيلم الايراني ده قبل كده. كلنا شفنا في ابريل الماضي الفيلم الايراني ده قبل كده، المسيرات بتطلع بيعلن عن طلوعها، بيعلن عن ميعاد وصولها لكي تستعد الدفاعات الجويه الاسرائيليه. لكن اللي عايز اقوله، اسرائيل دلوقتي في المخابئ بيقول لك بيطلبوا الناس لو كان ده سؤال ختامي. الاسرائيليين طبعا بيستعدوا، والجبهه الداخليه على الرغم من ان المتحدث العسكري بيقول ما فيش تغيير في تعليمات الجبهه الداخليه، لكن الناس في الشوارع طبعا قلقه، الناس في الشوارع مرعوبه. في الاخر اسرائيل بتمر بحاله حرب، الجبهه الداخليه تتاكل من هذه الحاله. لكن عطفا على موضوع الحلقه الرئيسي،
اغتيال اسماعيل هنيه وتاكيدا على كلام الدكتور طارق والدكتور محمد، هو القصه بالنسبه لاسرائيل ايه؟ حالات الاغتيال لاسماء معروفه ويعلمها او يعرفها الشارع الاسرائيلي بشكل واضح، اسماعيل هنيه، محمد ضيف، يحيى السنوار لو تمكنوا منه وكذا، هذه الاسماء بالنسبه للشارع الاسرائيلي تحسن المزاج العام، تشعرهم بانتصارات وهميه زائفه انهم استطاعوا ان يتمكنوا من صيد سمين من قاده المقاومه، اشبه بقطعه الحلوى التي ياكلها الانسان فيرتفع السكر في الدم فيتحسن مزاجه، الشارع الاسرائيلي يتحسن مزاجه بالاغتيالات، لذلك اعتقد أن الجيش الإسرائيلي مع عدم تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض في قطاع غزة، مع تلقيه ضربات من المقاومة اللبنانية ومن الحوثيين ومن غيره، فأعتقد أنه سيلجأ في المرحلة القادمة للتوسع في سياسة الاغتيالات للقادة الفلسطينيين، لا سيما القادة المعروفين، لذلك هؤلاء القادة الآن محل استهداف، وسوف نجد استهداف لقادة من حزب الله وقادة إيرانيين وربما قادة فلسطينيين، لأن هذه المسألة تكسب نتنياهو شعبية، ونتنياهو بدأ يستطيع أن يعيد تعويم نفسه بعد خطاب الكونجرس، بعد خطاب الكونجرس بنشوفه في استطلاعات الرأي بدأ يتقدم مرة أخرى، عملية زي عملية اغتيال إسماعيل هنية تضيف لرصيده لدى الشارع اليميني أو الجمهور اليميني في إسرائيل، لذلك أعتقد أن على الفلسطينيين أن يعيدوا تنظيم البيت الداخلي ويعيدوا إجراءات التأمين والسلامة فيما يخص القادة المستهدفة. دكتور طارق، قبل الختام وقبل نروح لدكتور محمد نختم، دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية في اتصال مع وزير الخارجية الأردني الدكتور أيمن الصفدي، حمل إسرائيل خطورة ما يجري في المنطقة، تصعيد الجاري، طلب مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم يفرض على إسرائيل وقف العدوان على غزة والخروقاتها المستمرة للقانون الدولي، أيضا ضرورة العمل على تهدئة الحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى صراع في صراع إقليمي شامل يعصف بالاستقرار في الشرق الأوسط بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، ماذا عن هذا الاتصال بين وزيري خارجية مصر والأردن؟ يعني مصر بتتحرك خلال الساعات الأخيرة، يمكن كان الوزير بدر عبد العاطي كان موجود في حفل تنصيب الرئيس الإيراني بزشكيان، صحيح، وبطبيعة الحال دي خطوة مهمة، دي خطوة إيجابية، خطوة إيجابية وخطوة يبنى عليها، لأنه العلاقات بتعود تدريجيا، هو نموذج التدريجي في نمط العلاقة، أنا أعتقد هيكون لها انعكاسات جيدة بالنسبة للقضايا الإقليمية، يعني لأنه أنت بتتكلم على برضو إيران دولة يجب أن نضحى في موقعها في الإقليم ولديها حسابات قوة بطبيعة الحال برغم كل ما تحدثنا فيه من خروقات. نعم. مصر بتتحرك في الإقليم بذكاء شديد، في قدرة لمصر على التحرك مع كل الأطراف، ليس لدينا مشكلة في الإقليم مع أي دولة، فبالتالي مصر بتتحرك في هذا السياق، تتحرك مع القوى الرئيسة يعني الأردن الجانب الفلسطيني، أيضا مع إسرائيل بطبيعة الحال معاهد السلام فيه أمور مرتبطة بطبيعة الحال مع الجميع، والولايات المتحدة طبعا في اتصالات مباشرة مع الوزير الأمريكي، فأنا أعتقد التحركات المصرية تحركات مهمة وبتأتي في توقيت له دلالته وهيكون لها انعكاسات على الإقليم. دكتور محمد، تعقيب أخير ورسالة لأشقائنا في الداخل فلسطين وحتى الخارج اللي موجودين في الخارج، يعني احنا في هذا الوقت او الظرف الصعب، احنا بالتاكيد ما يجب ان يتحقق الان على الارض هو تجسيد المصالحه الوطنيه الفلسطينيه، وكما قلت يعني قبل قليل ضروره توجه كافه قاده الفصائل وعلى راسهم يعني السيد الرئيس محمود عباس الى القاهره لطلب اعاده فتح ملفات الحوارات الفلسطينيه والاتفاقيات الفلسطينيه التي تمت سابقا في القاهره. ملف المصالحه الفلسطينيه بالتاكيد هو ملف مصري ولا يمكن لأي طرف إقليمي أو دولي أن ينجح في هذا الملف، وبالمناسبة هذا الأمر تحدث به السيد الرئيس محمود عباس أكثر مرة، يعني قال أن هذا الملف هو ملف مصري بامتياز. أيضا ملف إنهاء الحرب في غزة وملف المفاوضات من أجل إنهاء الحرب أو من أجل تبادل أسرى وبالتأكيد ملف مصري. نعم القاهرة تستعين أو يعني بقطر بشكل أو بآخر تستعين بأطراف إقليمية أخرى، يعني ربما تركيا ربما غيرها، وربما أيضا يعني أن يكون هناك اتصال غير مباشر مع يعني أطراف إقليمية لا أريد ذكرها، يعني لا علاقة بالشأن الفلسطيني أو لها تأثير بشكل أو بآخر في مسألة الحرب. باختصار إسرائيل أنا برأيي أخالف الكثيرين ممن يقولوا أنها لم تستطع أن تحقق أي إنجازات على الأرض في قطاع غزة، لا إسرائيل حققت الكثير من الإنجازات وهذا أمر يجب أن نعترف به ونقر به. الحرب بحد ذاتها لنتنياهو هي هدف، يعني استمرار الحرب هدف، تقديري أن الحرب أن نتنياهو يريد استمرار الحرب إلى نوفمبر أو يناير المقبل، بمعنى أنه حتى الانتخابات الأمريكية أو حتى تنصيب الرئيس الأمريكي المقبل، يجب أن نفوت على نتنياهو فرصة استمرار الحرب حتى نوفمبر، وبالتالي يجب أن نقبل بالصيغ التي تقدمها القاهرة من أجل التوصل لاتفاقية هدنة. نحن الآن يعني بالتأكيد القاهرة يعني باختصار شديد القاهرة صدقا
ويعني هذا أمر يعني نقر به كفلسطينيين، لا تنام الليل من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة، من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني، من أجل منع هذه المقتلة الكبرى التي يقوم بها جيش الإجرام الصهيوني، من أجل منع التطهير العرقي، وأيضا منع التهجير القسري أو الطوعي. الآن الدور مستمر والتاريخ المصري بالتأكيد مصر لها موقف عظيم بالتأكيد تشكر عليه على كافة المستويات، وبالتأكيد يجب أن يتم الاستجابة الفورية لكل الجهود التي قامت بها القاهرة من أجل حقن الدم الفلسطيني ووقف نزيف الدم الفلسطيني. شرفتوني، شكرا لحضرتك. شرفتوني، بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا. نشوفكم السبت إن شاء الله، صباح الألف خير.